بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم إخوان المشاهدين، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. رجعنا عند الصديق ديالنا عز الدين. خويا عز الدين، امور هانيه؟ كلشي بخير الحمد لله خويا. سلعه جديده ومليحه عاوتاني؟ مليحه عبد الغني، ما كاين حتى لي تشوف. تبارك الله، حسنا الحليب كامله، حسنا الحليب كامله. شحال من راس اخويا عز الدين؟ 45 راس عبد الغني. هاي العيل مليحه، 45 راس. هاي داني سرعة عيل، سرعة عيل المنيح بعض ثاني. دمعاش 45 راس قلت لي في شي ثلاثة في لاطراس، ما حدنا هنا نبينو للمشاهدين، ما حد محبوسين، فهمت؟ قلت لي راه هما الملاحات. اكثر عباري انا باش الناس يعجبات شي حاجة يديها ما يبانوش ماشي مشكل. هل الأولى زيد؟ أيه. الثانية الثانية اللي عجباتش يديها، اللي ما عجباتوش ماشي مشكل. سير شوف هي الثالثة، الثالثة راه بانت هي زواقة. هاد شوية عليك يا عز الدين. هاي هاي عز الدين خويا، هاي هادي اللي فيها الطنقة الصفراء. شد لي هادي هادي الصفراء الصفراء هادي صح. شوف هيا ياك يا هادي. دابا هاد الحبوب شنو خاصة دابا عز الدين؟ هادي باري هادي خويا، شي حاجة راه بنادم راه باري. ولكن لما بغاش حيدها لي. لا ماشي مشكل، اللي ما بغاش ما نحيدهم ليه. صح. خويا عز الدين الثلاثة فيهم الأطراس صافي ما كاينش. ها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ شي حاجة أخرى عاوجة ولا شي حاجة؟ لا. هادو كرا بغاوهم ياخذوهم ويعيشوا. شحال قلت لي من راس؟ كاين 45 راس. هنا كاع اللي بغا على 40، كاع اللي في الاطراس 3 و 3 و 4 كاع يدي 40 قاده، يدي 40 قاده. ماشي مشكل. نمشيو نخرجيو نديو سير هي شويه. لا لا سير هي باش ما تهربش، باش ما تهربش. تعالي لي تعالي تجي. شي واحد باش ما يهربش. تجي باش ما تهربش. خلينا نخرجوا ان شاء الله الزريبه بالشوبه مزيانه اخوان. تبارك الله، غير شويه يا خويا عز الدين باش المشاهدين ديالنا يحاولوا يشوفوا هذا. تبارك الله اخوان، راه حوليه كيما شفتوا. زينا مواصفات كلشي. شحال من خروف معاه عز الدين؟ ثلاثة خروف. ثلاثة اللي بغاها هي هذيك، اللي بغا واحد هي. شد شد شدوا لي الخرفة. واحد ما بغاش واحد ماشي مشكل. هاك لا بغا يدير الخروف ديالو. عندنا غرض ها. يدير الخروف ديالو ويدير الخروف ديالو. لا واحد ما بغاهمش ماشي مشكل في النهاية. عندك شوية عندك طيحوا. شوية بشوية بشوية. شوية عليه تبارك الله ما شاء الله. جيب الاخر تاهو. ارى الاخر كل لمسنا الحليب خير. الحليب اخويا راه جهد هذا 9 شهور و10 وتحت كاع ومولحه وليا راه 10 شهور وتحت. يعني مازال اللي بغى يصبر عليها شويه على الحال يصبر. اللي بغى يصبر هي راه سيرة تعمر دابا اللي هو اللي بغى يصبر عليها شويه حيد غير الحوالي حيد منها. دوروا دوروا هنا صافي عز الدين تطلق. هذوك شافوا المشاهدين ديالنا تطلق سهل. ام اخويا تبارك الله دوروا للجهه الاخرى نشوفوا فين المواصفات من جوج جوي. اه صافي ناضي 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 من هكم من كل واحد اللي خرجتو. لا اطلق عز الدين تطلق.
الهويه ديال المواصفات هذه. اه راني هذه هي اللي قلت لك باقي فيها مني اختها. اه راني في هذه السيمانه غادي تجي حتى هي ان شاء الله تعالى. عز الدين بالنسبه للثمن عطيك شي واحد شي حاجه شافها شي واحد؟ حتى شي واحد وباقي ما مري حتى واحد. اول واحد اول يلا تشوف انت. تبعد غنيه ما شاء الله. سر عليك مع الغطاء الحوليه حتى هي اللي صابتها الوعد موالي اللي غيديوها ان شاء الله. راه غتولي ضروري لما كاش يتهلا فيها بلا ما يديها الملكيه، ولكن ما غيتهلاش ما عنده ما يدير بها. واخا قلت لي تعمر عز الدين راه كتبقى تجبد كتبقى طوال. تعمر باقا عندك مزيان الا كان تهلو. راه غتولد فيها راه باقا تجبد مزيان الا كان تهلو. قلت لي لما كانش يخليها يديها يخليها غيديها. هادشي اللي كاين تبارك الله ما شاء الله. التصوير بتاريخ اليوم اليوم الاربعاء 4 في شهر 9 2024. اخوان ما كما قلنا ما نبقاوش داويين بزاف السلعه هاي داوي على راسها مليح تاع الحوليه تقريبا. واش 3 ولا 4 فيه محبوبات اللي ما بغاهم يشري يخليهم حتى حنا ندير مع اللي بغى يجي اللي فيها شي نبشه فيها شي حاجه ديالي ماشي مشكله. ايوا نديروا مع التسهيلات. بالنسبه للثمن تقريبا شحال كتقول انت ولا تخلي مشاهدين الثمن؟ انا كنقول فيه 55000. 55000 ما عطاني حتى شي حاجه. مازال ما عاطينكش اخويا عزيز. 2750 فيها شويه النقاش ولا اشويه شويه ولا نصبروا مع الناس واحد شويه واحد شويه نصبروا واحد شويه شويه. 2750 بالنسبه لصحاب الشرق راه الثمن 275 فرانك باش كيحسبوا هما. اه راك عارف الناس ولا شافها وجدي ولا شي لعبه راه 250. لا الناس عندنا متابعين المغرب كامل اخويا عزب. الحمد لله راه حيت الناس دوات معايا من الشرق وكيولي شحال كاين. انت كاين انت عندنا الناس تاع العيون تا هما تيبغيو هاد السلعه ولكن اخويا بعيده تا طريق. شي مشكل اللي كانت غلا بزاف نوصلها لي العيون ما كان تكون غلا بزاف 80% ولا 90 ولا 70 نوصلها صاحبي فين ما كانت واخا داخل لا بوز دور فين ما كانت نوصلها لي. ما عندي بس كاع عز الدين الله يرحمه. انا غادي ادي لي الامانه غير موت وصلت العدو. تبارك الله عليك عز الدين. بدنا اخوان السلعه هاي هي دابا واحد 8 غادي ندير ان شاء الله الناظوره هي غادي نصوروها للمشاهدين يشوفوا الفيديو ديالها. خاصة السيد يكون ناضي معايا نوصل لي غير الموت انا ناضي حتى لعندو. الله يسهل عليكم اخويا عز الدين. حوليه سرديه وكنقول لك عبد الغني السيد اللي قريب قل من 200 كيلومتر نوصلها لي على حسابي. اي واحد باع واش معايا قل من 200 كيلومتر وصلها لي على حسابي. توصيل على حسابك هذا هو جهدي. هذا تيلم بروموسيون تاعي. ايوا حنا ماشي قل من 200 كيلومتر يعني من الرباط من هنا ولا شنو؟ ومراكش ومراكش من هنا. هاك نوصل لهم ماشي مشكل. الارقام تاع الهواتف ان شاء الله نخليهم لكم اخوان في العنوان تاع الفيديو. حتى افغاني الصغير الدمعات والغول تسرع عينك اخويا مع الغول. عجبك عز الدين عجبك حولي. لا وراه المليح راه كيعجب كل شيء صراحه. هذاك الشيء تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المليح راه كيشي ورع الشاقه اللي ما نعاودو هضره. كما قلنا اليد هي تهلا فيها عز الدين خويا. ما انا ما كانش يتهلا بلا ما يديك عرف هاد الغزال هاد. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للماكله ديالها عز الدين خويا حتى شنو كتوكل؟ هاد هاد قدامي كنعطيها الشمندر والذرة والسوجا والنخاله. الشمندر ها تنعطيها الشمندر والذرة والسوجا والنخاله بيب. اه هذيك الصوجه بيب الصوجه. ولكن الشمندر مرطاب ونخاله. الشمندر ونخاله مرطاب. وبالنسبه للماكله عاديه فصه ولا تبن؟ تبن تبن عاد تبن باش العلب ما يضرهاش باش ما تخمش في العلب. هاك يعني شويه تبن في الصباح وشويه في العشيه وشويه العلب صافي. تعطي لها مع الصباح صافي. اه اه والعلب كيبقى عاد النهار كامل بحال ما كنيه. الله يسخ صافي. عز الدين اللي بغاها مرحبا غادي يتواصل معاك اخويا عز الدين. تقي معايا الغارات مليح اخويا اللي بغى اللي داها مغلى والله تيتفكرني فيها. ما نعاودوش الهضره داها الله يخليها لنا. غادي تفكرني في العين بعد ما عرفت معايا غادي نشدها لك كاع. شد لي شد لي شوية شوية عز الدين عليها شوية عليها. كنقول لك اخويا مع الغلط والدمعات وسرع عينك هنا في الغلط مليح عاد البادرة
بادره راه حاولي ما تكونش عندك هاد البادره ولا ما كانش ميصلك. عند المشاهدين الكرام حوز داوين بزاف سلي عاد هاي اللي بغاها مرحبا به. الرقم تاع عز الدين نخلي لكم انا في العنوان. الشهادة حق خويا عبد الغني واش غنقولها ولا لا؟ عندنا كيما بعنا داكشي رزق في يد الله. ولا شوف عز الدين ما بقاوش كيما قلنا داوين المشاهدين ديالنا راه غادي يعرفوا المليح من ماشي مليح. السلعة من هادية كان هادية. الله يحفظك. اللي باغي قلتي لي الناس عيطت من جميع المناطق. الناس عيطوا عليا تقريبا واحد 50 نمره اللي صونات عليا. تبارك الله. كنشكركم اخوان وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم قناتكم قناه اسواق الماشيه المغرب. واللي بغى شي حاجه عبد الغني بغى 100 200 نوجدها لي يكون معايا ناضي نوجدها لي انا نكون معاه ناضي. الله يسهل لك اخويا عزيز. تضرب 4 ايام 5 ايام نوجدها لي بغيتها 200 نوجدها لي ماشي مشكل. الله يسهل عليك حتى الوالد ديالك الله يجيب تيسير وان شاء الله راك غادي تشد الطريق طريق السلامه توصل لذاك الراجل هذا. ماشي هذه السلعه اخوان السلعه اخرى اللي غادي نصوروا ان شاء الله. السلعه هي غادي نصوروا تشوفوا هي غادي تشوفوا تقول لي واش كاين المليح ولا لا. نقول لك خويا الله يسخر الله يجيب تيسير اخوان اعانكم الله الى فيديو قادم ما نطولوش عليكم بزاف لا ما نطولوا الفيديو راه 11 دقيقه تبارك الله ما شاء الله.